خلينا نرجع للجنة. تعالوا نسمع إلى هذا الموقف. الحين أنت في الجنة في قصورها وعلى أنهارها. إيش أنهارها؟ مثل الجنة التي وعد المتقون. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. طيب الآن أنت على النهر وأنا على نهر ثاني والثالث في قصره والرابع مع زوجته. شوي أهل الجنة في النعيم يشرق عليهم نور فينظرون وإذ به الله جل في علاه قد اطلع إليهم وناداهم وقال سلام عليكم يا أهل الجنة فيردون كلهم بصوت واحد ويقولون اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. شيخ منصور هذا الدعاء متى يقال في الحياة الدنيا؟ الصلاة. متى نقوله يا أخوان؟ بعد الصلوات الخمس. تدرون أنا إيش فهمت من هذا الموقف؟ الله والله وتالله وأقسم بالله لن يكون في الجنة ولن يسمع كلام الله ولن يرد السلام على الله ولن ينظر إلى وجه الله في الجنة إلا من كان محافظا على الخمس الصلوات في الحياة الدنيا. والدليل والذين هم على صلواتهم يحافظون. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والذين هم على صلاتهم دائمون. والذين هم على صلاتهم دائمون. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون.